اسمي إيميل قرمازي، عمري 15 سنة، نقرأ سنة أولى ثانوي بالمعهد النموذجي بأريان. عندي عديد المواهب في مجالات عديدة، ونجم نذكر موهبة الرياضيات وموهبة الإعلامية وخاصة البرمجة. بحكم نتائجي المتميزة في الرياضيات في المرحلة الإعدادية، اتصل المدير بالمندوبية الجهوية وأعلمهم بنتائجي المشرفة، وطلب منهم من أني نشارك في هذه المبادرة، وبفضله أنا نجمت نتمكن من أني ننخرط فيها. أحسست أن كل المراحل كانت تثير التحدي وتدعو إلى التفكير، لكن مرحلة الاختبار الفعلي كانت بالنسبة لي الأكثر تحدي، فقد عرضت إلي أسئلة تدعو إلى تفكير عميق وإلى تركيز، لكني بالفعل تمكنت من اجتيازها. شعرت بفرحة كبيرة وبسرور عارم عندما سمعت بهذا الخبر، هو خبر أسعدني أنا وعائلتي والإطار التربوي الذي مكنني من المشاركة بنجاح. أنا ممتن لمؤسسة موهبة ولمنظمة أليكسو ولوزارة التربية اللائي منحت الفرصة لعديد الطلاب بالمشاركة في مبادرة الموهوبون العرب. مش حقق لي هذه المبادرة طموحي من خلال التكوين الأكاديمي الحضوري عن بعد، وأرجو أن أمثل بلدي أحسن تمثيل.